والدرجة العليا من الأخوة هي الأخوة الحقيقية الحقة، وهي الأخوة بمعنى الفناء، عندما يؤثر إنسان إنسانا آخر على نفسه، عندما يضحي إنسان لأجل إنسان آخر، عندما يبذل إنسان ما عنده من النفس والنفيس لإنسان آخر، فهذه أعلى درجات الأخوة، هذه الأخوة الحقيقية الحقة، هذه الأخوة التي عبرت عنها الزيارة الشريفة: السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأخيه، فنعم الأخ المواسي لأخيه. أبو الفضل العباس الذي عندما ولدت به فاطمة بنت حزام المكنات بأم البنين، أقبل أمير المؤمنين، جاءت له فاطمة بمولودها الجديد، أخذه وضعه في حجره وكان مقمطا، ففك القماط وإذا به يلعب بيديه يمينا شمالا، أخذ الإمام يديه وصار يبكي، قالت: يا أبا الحسن ما يبكيك وهذا وليد جديد؟ قال: تذكرت ما يجري عليه. قالت: قطعت قلبي، ماذا يجري عليه؟ قال: كأني بهاتين الكفين تقطعان يوم كربلاء. قال: علام تقطعان؟ قال: إنه يذهب لسقي الماء لعطاش أخيه الحسين فيقتل دون ذلك. فسجدت المرأة شكرا لله، قالت: هذه بشارة، الحمد لله الذي جعل ولدي فداء للحسين. وصارت ترتق بذاك اليوم الذي يكون ولدها فداء لولد فاطمة الزهراء، إلى أن أقبل بشر بن حذلم إلى المدينة، دخل عند بيوت بني هاشم ينعى الحسين، رفع صوته: يا أهل يا يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فمدمعي مدرار، الجسم منه بكربلاء مضرج، والرأس منه على القناة يداروا. ما بقيت هاشمية ولا فاطمية إلا خرجت تنعى، بقيت امرأة معصبة الرأس. قالت: يا بشر قف قليلا، عندي سؤال. قال: من أنت؟ قالت: أنا أم البنين الأربعة، عندي أولاد أربعة في كربلاء. قال: يا أم البنين عظم الله لك الأجر في جعفر. قالت: الخلف في رأس الحسين. قال: عظم الله لك الأجر في عون. قالت: البقاء في رأس الحسين. قال: عظم الله لك الأجر في عثمان. قالت: الخلف في رأس الحسين. قال: عظم الله لك الأجر في أبي الفضل العباس، فلقد فضخوا ظهره وقطعوا كفه. قالت: أخبرني عن حبيبي الحسين، أريد حبيبي الحسين. قال: إذن إذن خذي حجرا من الأرض والطمي على رأسك، فلقد قتل الحسين. وحسينا وإماما انكبت على الأرض تقول وخجلتها أمام فاطمة الزهراء، وخجلتها أمام زينب العقيلة، لقد قتل شيخ العشيرة أبو عبد الله. ليتها تحضر يوم كربلاء لترى تضحية ولدها أبي الفضل العباس. قال: أبا عبد الله ائذن لي بمبارزة الأعداء. قال: كيف آذن لك وأنت عماد عسكري؟ إذا ذهبت يؤول جمعي إلى الشتات، تنبعث عمارتي إلى الخراب. قال: أبا عبد الله لا أطيق الصبر وأنا أرى اليتامى يصرخون العطش العطش. فلما أذن له الحسين
انقلب على المشرعة فرق الأعداء عنها، نزل بأبي وأمي إلى المشرعة فمد يده أخذ قبضة من الماء يريد أن يشرب، فتذكر عطش أخيه الحسين، طاب الماء بأس هيا سبرد غرف غرفة ليروي عطش، تذكر لأنه خوه حسين وذاب الماي من كفة وتحسر، هذا الماي يجري بطون حيا وذوق قبل أخويا حسين هيا، وضين طفله يا ويلي من العطش مات، وظين عمري انقضى والأجل قصر، رمى الماء من يده يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أو تكوني، هذا حسين وارد المنون وتشربين بارد المعين، ملأ القربة خرج يريد الخيمات، نادى ابن سعد ويحكم احملوا عليه، فتكاثروا عليه من كل مكان، عظم الله أجوركم فارتفعت الغبرة، فجاء سهم فوقع في القربة وأراق ماءها، فبكى أبو الفاضل بينما هو يقاتل، كمن إليه لعين منهم ضربه بالسيف على يمينه فقطعها، نادى والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقيني، حمل السيف بشماله يقاتلهم مقاتلة عظيمة، فكمن له لعين آخر ضربه بالسيف على شماله فقطعها، ألا ترون معشر الكفار قد قطعوا ببغيهم يساري، فأصلهم يا رب حر النار، وانكفأ على صدره بأبي وأمي وانحنى على فرسه، فأقبل إليه ابن الطفيل بعمود من حديد فضربه على ظهره فخر يخور في دمه، خرج الحسين من الخيمة وقف على جسده، نادى أخي عباس الآن انكسر ظهري، الآن فلت شوكتي، الآن شمت بي عدوي، يا خويا انكسر ظهري ولا أقدر أقوم، صرت مركز يا خويا كل الهموم، يا خويا استوحدوني بعدك القوم، ولا واحد علي اليوم ينغار لمن اللواء أعطيه، اللهم بحق أبي الفضل عباس.